بريد أنثنا مورس يرون نساذي دادي سيولين عدان خفت وثمين عيد سمسيب تأن 8 مارس ويان أس أمضلان أنت مطوط أنت أيضا أنس خصة يرون كان سيول خشيان زيت غوسيوين إزدين أس مطوط قد مزر تنغ قومل دستور سقواس والفين 11 مغرتي وتمطوط مغربي أنسن مس دستور سقواس والفين 11 يويد شيان أزقيزر فانس ومثاق الفصل نص نغدا ثغمرتي 19 ناقي سيولين عدان خفوس مساسا إن رياضة تمطوط خلو إمور يروين سرتيت نادى السياسة دوين تدام ساد وين تسنا خلو إمور إلا نغرسي وثمان أثنا مزنيت وثمين أندان سيولي ضاد خمي غرتي وتمطوط مرابي تقومالون دستور سكواس والفين 11 إسن غي أن خدم سوين ديوي الدستور ما دي جاند عطران شيان زقت غوسي وين اللي قول غرس نثو كم تمطوط مرابي تسوم ثاقوين تخصا تسرتيت ولا أسن يدور الأمور العامة ولا قل مجاليس تنتخابنا ما دي جاليك تسور تمطوط أتوخر غرزارتا ما تينين المنظمات نغدات سمولين يمر نوثمين قد مزارت النغة خف تمطوط مغربي تقومالون الدستور أمينو أن مزارت النغة أن سيو الخف تنقضاد تنبجيونا قديد حاض الرضاد أن الصرحة بغشيان تلاقي النغة الأستاذة بوشرة مرواني يان ثانا بذات زقل الوزارة نوميا واز التمطوط ذات خام ذو سيمين ودرتي مزداغ أستاذة بوشرة مرحبا 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 نقول يراو النغ مرحبا أمي كنا الصراحة بقول يراو النغس الأستاذة عائشة الحيان إيان ثانا بدات قلبيرو أنا مور النمون تنتوري أنت وثمين أستاذة الحيان مرحبا تنميرتنون مرحبا نم قول يراو ودلا صرحة بقول يثيك الثياض الناس الأستاذة زبيدة شهبون إيان تسلمات العلم الاجتماع العلم ندر في مزداغة قد سدويثا بنطفيل أزق القنطرة مرحبا أستاذة شهبون تنميرت ولتمات نخ فاطمة مرحبا أرسل حابة قلت راو النقص الأستاذة حليمة بنوي إيان ثانا بذات قلبيرو أنا مور أن في دراليث أن منت أنت وثمين ثي مغربيين أستاذة بنوي مرحبا مرحبا شكرا ذات المغان سفالة من روال خفا كل ثي نقاط غير غيلانا قلت راوات غادي سور ملتقى تقرر غادي سجد أمات نخ سعيد محمد سيما يدفع الدستور ما ينونس وقاس 2011 يتوق شيئا يعني مسمنه المزارة نغمرة طمس تمطوط تضغار سنة تستاهل كل سندوتي لما نتين يدفار نتنبط يتخليتين الفصل 19 سيد الدستور ما سيمسا سورياز تمطوط يمورنات ليلي تمدان سرتيت تدمسة تلوذر تسنا طورنات يمور نخفذي الباب يلا ويدخل الفصل ليضغار نيضنين لمساسات نيزدوني نيرتميزار في مساسة المغرب اي تخبولو تدوثيت الدستور تلسار ناخذ بنات مزارة ليزرفنس ارتقت نبطل مسلمان تمرد تفضو ثم نصف ايمور نينير ريزن توتمين تيجي تمنط ايتقان خوي دانة وري تبدأت نكل انواع نسمية في راتسن مرد تخدم سيد الريخ بلي والدستور تيجي تنبط سيو سقوث 2012-2016 يالا بلانة وري نما يتوهيس من اكرام يسمو ترن سياسات نجلان تمراضين الفارين تنبط مرد وصرصون ترسال نسم ساسين ريزن توتمين ايد غستو يتلجنا نسمو الوزارات رئيس غيب سر ريزن تنبط يمش ندوية اللجنة التقنية يسمون ثم راضيين مرد تيلي تمارت توري ناس تخدم مثلا بعض مرد تسمسسا نريريزن توتمين يمش ندوية نشيقا نزرفان يحطون توتمين بدن دات نسمي في رات سنة دي ريزن من مشروع القانون يتبدن دات نستخدم أن الدرع ضد نظم طوط يمش ندوية تبدل الفصل 475 سي القانون الجنائي سواء نخوة وقال انترباتين من الظانين في توعدة مرد ورتو السويل نتئونا غيب سنتي تعدان وزيد نزمز خفوية دغس يوسقوات صغار خمسان يوسقواسن لحبس يقول نيتكر نيتغان درباتين مقار ورغيب سنة عدان يمش نيتو عدل القانون 0-77 يسوان خم صواد نوس ليزري يتوق القانون رقم 0-12 يسوان في الاختران يضغر نيخاتاران ثنبط قبري الخدم سيد الرايخ في ديويل فصل 92 سيد دوستور يتوق عدل القانون رقم 14-05 يسوان خم سندوتين يكان تغضوه تيتودر تنمزدا يمش نيتو القانون يسمي الدول مجلس نمشيورن مولي إن غير ريزن توتمين الترشيحات غير تيجري القانون يسنيو الدون رقم 1159 يسوان في الاختار الأعضاء المجالس للجماعات يشن يت الدائرة الانتخاب توتمين سنة الدوائر يتوغني العمل الأقليم للمقاطعات إلى الحق ورد توتمين التولود سفلا يظهرنا ينسون ويدخل المجالس ما شم قرطوين هل أنواع نزرفان تيم سمونين يتران خبي مورن توتمين سولند السودورند التوش نيمورن أوير يتوتمين يتوخدم سيد الريخ بديو الفصل 19 سيد الدستور يتوغ الحد وتعداق توتمين لما نختر باتين تيم الظنين أريد غير معنيني إما غالي وردي تظهر شي يلا فرميدي شاد دستوري توتمين نيمورن خطو درت نسنت
ديما غالي تسول تم طوطور سادة طام زيد غارن تقيت هي غابران سرتي تما لحسم السياسة سنتو دي انتخاتاري اللو من اكتنباط يدروس انتردقيك توت مين ديك سيتو اختار دي سنقية نوض ارتيزي نجيتيلي وسمساسين ريزن توت مين يمورن بلاين تنادا ممشن تقيا ان سمو توت مين سدرع شان سنتو دين نيور غورسنت امور اردقيك أظهر دناقول فيرا تقرير هذا نسفل إسقى النغم نسفل زيم أستاذ بشرى مرواني يعني نختي ورد متى وموتي نيلا نغرتم طوطها مغربية جمالهم دستور وسقاسو 2011 إسقى سغن نسفل يراونا. قال عهد نقليد نغ محمد ويسدي ساتي تنصب بي وش كاد يعني يعلن الدستور المغربي 2011 المجموعة المكتسبات يخص سنتي مغاربين تي سدنان فيما يخص الحقوق النسن الاقتصادية الاجتماعية الثقافية باش هاد يؤكد الدستور المغربي الفصل 19 نص في المساواة الحقوق المدنية السياسية الاقتصادية الاجتماعية البيئية باش نحقق المساواة ان قرتي سدنان دير غازن باش نمكن تمغابت المشاركة التنمية تمازير تنسى المشاركة الاقتصاد المشاركة التنمية المجتمع يوش كاد دستور 2011 المجموعة المكتسبات ننفع للعنف ضد النساء يوش كاد نسكب المساواة ينقب يسدنان دير غازن باش نفكي يتمطط يات الفرصة أتساهم المشاركة تمازير تنسى أتشارك الاقتصاد أتشارك في المقاعد البرلمان أتلكم المراكز اتخاذ القرار المراكز المسؤولية سواء البرلمان سواء المؤسسات الدستورية. نعم أستاذ عائشة الحين يعني ميتر عاد كمين ينتم طوطين غير ندتنا الدستور 2011 دارت الدستور وسكسو 2011 يعني ما أختيني أستاذ الحين مرد أميني الدستور 2011 يويد إزرفان بهرة قوتني أرد غاريت مغارين مش حتى يرقازن أري سوال في كيس وسنحيو قرت مغار الدرغاز ولا قرت كقت المواطنين سواء سنحيو لنتوتلات ولا سنحيو للجنس ولا كقت النوع لو سنحيو أري سوال في تنقديت قرير قاز تمغارين اخترتيت ولا اختدامسة ولا كقت إزرفان أري سوال ولا فيت الهيئة اللي قال هيئة مهمة تيات الهيئة المناصفة حضر كل أشكال تمييز إفا أخذها دي زرفان وفقانا مغربي كلوت مش مدى غي خصان يعني تيقيرا دستور 2011 خصانا القوانين اللي صدرن إفا أدفعنت الحقوقات نغدي زرفانا دي لنغ الدستور صدر غادي نغز وري اللي يوسنحيو يقوت نغد يا الفرق يقوت نقرت مغارت قبل الدستور تيقيرا الدستور أشكل هاد الدستور يفولكي لأن تقيس أخداد نتعاوسي وين اللي بهرا يزلين سنقديت ماش ولان القوانين اللي صدرنا تفعل الدستور ناخذ روح الدستور ناخذ كل المقتضيات اللي تيني الدستور يعني نكيزو اللي تمسمون تمطوطين يعني نواكب كقالت القوانين اللي تسكر اللي تسكر الحكومه ولا اللي في صدق البرلمان يعني صدر غادي نغزد يعني لا بزاف الا سلو خداد الا سلو خداد ما تيسكر نعم سلو هذا الدوغ ما يدي جنايا هذا الدوغ المستاذ يعني زويده اشهبون متوكل الاستاذ الحيان تنما سمقر ديوي الدستور شيان زكي زرفان ديوي شيان زك الامور اني تخصان اعدون دودر تنطوط دو سميسو انا داسم كذا يعني راس دوريا ولكن انت فما سي سولا لو يا دوري ولي توسر سولا وردات نتاك زخ تنطوط مغربي هو زي مشتايا يا زكي ظهرت تساتير زي 1963 زرين ستان دساتير دستور 1996 وكنت اللي سوال خف ان تمطوط دورياز اد مساواني الحقوق السياسيه ان مساوان السن سندت القانون ولكن المشكل ماني لا يتفعيل دستور 2011 كنت ياكد خف الحقوق السياسيه يزايد الحقوق الثقافيه البيئيه الاجتماعيه الاقتصاديه يعني التمساواة الرجل ثمتو الدورياز سينسن ما كشا الدستور 2011 يثمتو تجاوب في السؤال بعد عاد نرعى ما تفعل ما اريد تفعل اولا ما يشي ثمتو تيش استيقاس النفس
لان دغيا عايد القانون لا غير في سيساوالي، عايد الدستور كاعلى يعني سلطه في البلاد لا غير في سيساوالي. دونك اعاده الاعتبار يتمطوط تسن بان هاتينا قد الحكومه يا قد الدوله لا غير ثمنس يشفى ديخ الوعي الوعي زايد الوعي ورياز ديسين بان ودي ثمطوط هاتين بلا ثمطوط وري غير المجتمع هادي زايد غردات. اذا سنه المعطيات الاثار نويا هو ان الخلخله ثقايوت الخلخله يمي الهيمنه الذكوريه هذيك العقليه الابويه ان قلا ان ديت عرض نقاح التقدم من ثمطوط الانفتاح من ثمطوط امكانيات من ثمطوط تفغ المجتمع تاتي الادوار الناس الاجتماعيه دغيا قدر ياز تيا غرز دغيا الخلخله كيفاش لحقاش ثمطوط قيمه الناس السن ديت غي ماني تدار لا تربى الواشون لا تقبل رياز ولكن ثمطوط بدالت تفغ برا اقول انت لا تدو لا تزنزه لا تساغ لا تدو غير السوق يعني تفغ المجال العام اللي كان مشتايا لا تدو غير صغر ياز. اذا الدستور يشفاه اي الاعتبار يثمطوط اذا تسول ننسى بان القانون مع المراه دونك ما نيتلاش نطمطوط نا يغران تنا والغير تيني بعد الدوله تعترف غير يدخ لحقاش انسيول بزاف ما غير الا السلطه هو 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 الحكومه هو الدوله إن ساني يلجم أني توعوية أني ولكن شرط اللي يوثن السلطة يوثن القرارات أنا مسمس القوانين تنفع أن نلزم مدن لازم الدن حماد تفعل القوانين هادشي نشاوري لي دونك اعلى مسمس هيئه في البلاد تشا يثمطوط الحقه يسي فعل ما ديو يفعل وذا كان يخصور لا يخصور نكر ذي خور نتي نقاح شاوري لي نعم الا شا غاسي السول يخصص الخدمة ما هي سي خصها الخدمة لحق السول غور ماذا يتقن القانون ماذا يتشرع القانون ارياز ارياز دونك عقليه ذكوريه تسول تحضر قد القانون نعم تسول تحضر كل المجالات واخا نرزمي ثمطوط الباب ثيود ثمطوط اعلى المناطق قد الدستور الشردي 86 النقابيات الجمعويات نعم. الحزبيات ولكن القرارات لا زرين غاز داو نين زر نسن نعم. وردت غير نتني هني اقدني هني تشفن الراي نسن بكل حريه فرضن الراي نسن ايه قال المشكل لا ثمطوط هاتين ثيود غير المناصب القرار ولكن استاذ نعم. نتو يعني ما يدي جاي مطوطه اللي مقار كل اللي زرفان وكاين تسول لو ورتي ود غرسي نور تسو مثلا نور تنت مسمولين لحظه يمر مطوطه نتو غير استاذه حليمه بناوي استاذه حليمه بناوي يعني خمسه ديال سكواسن هو اللي انت تقول ستان زرين خفاخ الدستور سكواس 2011 مقاريات اين عدنا تيني سمثاتي مسمولين ما سورنوكيز شو موتين الا نختار مطوطه مغربي المهم كيني المناسبه 8 مارس نتسلم كله غير في تسمين أنا تسلم كل يوم غير في ميس فليد هرتيني غتنطوط 8 مارس تغاتي تفوا تدي تاغول أمينة غول زدارت شكون عيش قال الجو اللي أنتمحوف أني نوض أي تغاديو الدستور أنتمحوف أنزيد الزاد ولكن نفادني إخفاون النغ نسول أي اللي غدا نتيني نسول داتي نتيني هي العدد القوانين نطمح ديسن نتمنى تزيد هذا غنفن تيم كريسين هدي سنتين شهور ولكن مع الاسف تسول تبدنت الى الفصل 19 دا ديوين انك سميار دا ديوين اني يتسمونت يعني يتسمونت الهيئه باش انت تدينا دا يتفور ام غير يطاو كوتين هتنكس سداد كذلك الدستور ما يديدان الدور الانتستما يداد المسؤوليه الدوله المسؤوليه الدوله تشاي المسؤوليه المؤسسات باش اطرع سواء تغري اطرع الصحت اطرع تاهيل نتو تمين زعما انتي تعلم تشون تسنقص تسنقص البطاله زعما تعيش تمطوطه وانت كان قات السكنه يحلان يتسنتو هما يحلان يات البيئه يعني كل شيء المؤسسات تديو الدستور ولا تفعل انت كوي تغلان كذلك ما يديو الدستور هي يويد يعني شيء يتسموني نتراك نمزدغ شيء سيات المهمة أدي تشور أدي تشور انتد الحكومة
سواء يزرفان يتقن الدفاع سواء يمور سواء، لكن مع الاسف هذه اليوم شاور وليني مع الاسف والو تنقطي تغطي تغودة بزاف تحلي الدستور وليني والو ترتينو في دانت الحوف دانت المذكرات دانت الدو ناوي دانت الدراسات المال صدغار دانت خدم توتمين لاني تمديني تمديني تي توتمين ياكو نسن تسمونين دانتي سين تمازيرت دانتي سين ما يديت دانتي سين حتى ماني وجدانا نفتي تيمخرين سينيتا ولا اني دانتي تدوس مع الاسف الحكومه باش تشلوقت انحضر نشاو نكلي انا نفون الشور وضغط هكا يعني عدان زكت مسؤول هاد الجمعيات ارت زمان تنباط على قشوري اللي اين المبدا انت الشركه قوم شاور ذات انا ما غنعاودش نريس ومتى قولي تخصان اسنشين تغمرت نسميس وانا غاسم قادين ورياض تمطوط هاد وكوس نقول الروز ولا تعدى ختوثمين ضد الهيئه المناصفه واد وليت يتواك يعني مشاور خاطر المجتمع المدني مقارتين الوزاره مس يعني تكاتين ديال مشاور نسول ندور تنقيط ولكن الدقه المتن بشرى مرواني الدستور في مكزير الدستور تداد الحكومه نيسرسين شيانا زك القوانين ولا تي استراتيجيين اللي تخصنا هزا سوا دور مطوط كادي تفعل ودي دار الدستور هذا اختي ولد شويه يعني متى الاستراتيجيه تستخدم الوزاره يعني زكتي زويري رضغي قولي تخصنا هزا نهدس اسراس ودي دار الدستور نعم الدستور يشكل المقتضيات بزاف نباه من المقتضيات تخص تيم طوطين الوزاره نتضامن المرأة الاسره التنميه الاجتماعيه تسكر العديد بزاف من الاستراتيجيات اللي خاصها باش تنفذ المقتضيات الدستور تسكرت عند الاستراتيجيه تم زوابوت المغربي سمان الخطه الحكوميه للمساواه اكرام 2012-2016 اللي صادق فلاس المجلس الحكومي اسكاس من 2013 الخطه الحكوميه للمساواه اكرام تجمع 33 القطاع الحكومي افادت حق الالتقائيه كاين قبل القطاعات الحكوميه باش تشكش من كل ما يتعلق الامورات المتمططين البرامج السياسات العموميه التمازيرت البرامج التنميه باش تحقق الوزاره تضامن الاسره التنميه الاجتماعيه الخطه الحكوميه للمساواه تصفغ سنة الآليات للجنة الوزارية للمساواة اللي ترأسن رئيس الحكومة اللجنة التقنية اللي تكون كل القطاعات الحكومية 33 القطاع الحكومي سق المديرين سق المديرات أي كان نقاط الارتكاز القطاعات الحكومية باش أدناقش كل ما يقان الخطة الحكومية كل ما يقان المجالات الخطة الحكومية تشكد من المجالات اللي خصها كل تيم طوطين المجال الاول يتعلق انسكف المساواه ان مؤسسي المساواه كين كارتي سدنا ندير كازن المجال الثاني خاصه العنف العنف باش نكس كل اشكال العنف يمسون تي سدنان تي عيالين المجال الثالث باش نمكن تي عيالين مادا تكملتي غرينسن يعني تأهيل منظومة التربية باش تكمل تي عيالين تي غرين سن باش دافن الوظيفة الهدف المجال الرابع خاصة باش نمكن تي سدنان الولوج للخدمات الصحة المستشفيات المجال الخامس يخص كل ما يتعلق بالبنيات التحتية باش نوفر تي سدنان المناطق القروية كل ما يأمن ضدو دي غراس باش نسهل في اللاسن كيفاش يندمج الحياه المجال السادس خصوصا التمكين الاقتصادي اللي خصوصا باش نسكر تيسدنان التعاونيات باش نسكر تيسدنان التعاونيات ادخدمن ادساهمن في الاقتصاد التجاره المجال السابع كل ما يخصون المراكز اتخاذ القرار مراكز اتخاذ باش تمطوط اتاف البلاصه النسق البرلمان سواء المراكز المسؤوليه سواء المجال الثامن الخف هو اتاف يعني الوصول باش اترحل تمطوط للشغل من ثمانيه المجالات الخطه كلهم يستهدفن جميع المجالات الاقتصاديه الاجتماعيه الخطه الحكوميه المساواه اكرام تنس كذلك
باش تنفذ المقتضيات من الدستور من الفصل 19 الفصل 164 تنصوا في الهيئه المناصفه محاربه كافه كل اشكال التمييز اللي يصادق في المجلس الحكومي 2015 عند باش تيم سمونين يعني تشاور تيم سمونين تسكريات اللجنه العلميه يتكون سق مراكز البحث العلمي تيم سمونين للقطاعات الوزاريه باش تسكن المشاورات الا مدار القانون العنف القانون 103 13 القانون العنف اللي واش كاد القانون باش يحمي تيسدنان تاع يعني كافه الاشكال التمييز العنف واش كاد سياسه المسالات قال جديد يعرف واش كاد تعريف العنف ما يقى تعريف العنف كذلك الا كمان الاستراتيجيه 4 زائد 4 تسكبل الوزاره الاستراتيجيه 4 زائد 4 تجمع القطع الوزاره للتعاون الوطني للوكاله التنميه الاجتماعيه أو باش تسكبل الوزاره دغ باش تفعل المقتضيات من الدستور باش تستجاد تنطط المجال تتحدث تسكبل المرصد الوطني للعنف ضد النساء اللي تكون ثلاثه كراد الاليات تيمسمونين بمراكز البحث العلمي للقطاعات الحكوميه. نعم نسولت انتو كان سيو الخفاف القضايا ضمن كويات الاستراتيجيه ديال تنباط استاذ عائشه الحيان يعني سيو الاستاذه بشرى مرواني خف يعني ميديا تنباط ميديا الوزاره اللي كلفنس الامور ضمطوط قالت مازرتنا زكوز ديال الدستور الولايه نربط نيزرين كوراجا نربط ناديتان يعني ما اختي هذيك من الايا دي يزدي ظهر في الواقع انا تخفتو درت انت مطوطه انت مغربي انت مغار مغربي نعم كي لي غني كامل لي يزدي خصها سولا غارس هاتي يعني سولي غزي باش الكيميا الا يتنقاد دايت قرت مغار ديال غاز نتي صنغ ما تينا اشكو قبل الدستور تكاتين تعدل المدونه تغيرت يعني تغير من نوع القوانين يتغير يعني زري يا تيزي باهر يمقون باش نسلكم تمغار يواتيك اللي تستحقها الا غديوش كدستور 2011 صافي كان ثاني السقف اللي سيخصها كد اي قانون ديفاغن خصها دوري زري غير اللي لان الدستور ماشي تيوتي اذا لا غني غاتي خصها سولو خداد اشكون اللي غديوش كدستور لا تعين الحكومه تلاقي سياده الوزيره يعني ين الفرق يمقون بهرة زواسم زوارو الا خرق هيئه الوزيره الا يعني تورك شمت يعني الوزيره الرياضين التعديل الثاني ها ام زوارو وسين الخطه الاكرام اللي ستيني كان اجنده المساواه تاع الحكومه اللي زرين نعباس الفاسي تشكد الحكومه يد تغيرت تكركيس خطه اكرام يعني نسور في الاكرام نسور في الانصاف يعني المصطلحات هاد اللي اكرام الانصاف ويعني ومشاش كانت الدستور اللي يساون في تنقاد دايت يساون في كيس وسنحيو الخطه يد وفلاس نسلان كوني تيم سمونين اي لا تعرض في المجلس الحكومي المفروض الدستور يوش كانت المقاربه التشاركيه خصها الحكومه اي نترا سواء السياسات العموميه ولا غير زرفان خصها تمشي ورد المجتمع المدني اللي كان قوة اقتراحيه مهمه الخير دوري تيوسكار تشكل الخطه يعني تبدل الخطه يعني الاجنده المساواه تلقى خطه اكرام كيس منا والمحاور اللي استناد اللي مغفلاس كحركه نسائيه يعني غد تيمسمونين تيمغارين نمغ باش كيس هيلينت الحكومه يا تشكل كيس منوت يعني النقاط ناخذ منوت الحوايج اللي زلين سي زرفان تمهارت تيسكرات الخطه يد وريلا يعني وتشرك تيم سمونين القوانين اشكر الخطه المساواه وانا نصور في الانصاف نصور في المساواه الدستور نصور في المساواه في المساواه اخص الخطه ولا انتات ادي تاوي الاليه اللي كان مهمه قالت القوانين القانون العنف اللي ستنا الاخت ناخذ تما راه ساتي لاند كيس هي الخروقات يعني اللي بالعكس اسايس كاروس نحيو قرت مغارين اشكر يسوال في تمغارت اللي
ديزاين تمغرت يختاهل تمغرت ورتاهل يعني وستي وفلاس يسوال اشكو ختان ورتاهل واخا يعني فلاس الا وسنوحيون غد واخا فلاس الا العنف ماشي مشكل تعريف اللي ديوي القانون 103/13 يعني وريش ملكا قالت الانواع العنف اللي خصها لا شكون العنف نكون المندوبيه الساميه للتخطيط اللي غادي اللي تسلسل البحث الوطني ثم التعريف التعريف الدولي اللي ديوي الاعلان العالمي لمحاربه العنف الوزاره تسلسل هي التعريف اللي ورقيس الا الاغتصاب ورقيس الا الاغتصاب الزوجي ورقيس الا العنف اللي تيني في تمغارت باش راست كيس ازرفان سرتيت ولا نتدمسه اذا حقوقات كلشي ولا يعني الانواع هاد العنف ولين غير القانون القانون الدار يعني وديوي كرا الاليات اللي تنصدر سواء الوقايه ما مثلا هو لا دار القانون لا دار يعني ما منك تنصدر نعاقب واللي اسكان العنف ولكن سما منك من طرق الوقايه القانونات وريسا ور في الوقايه وريسا ور في تدابير الحمايه اللي صدرت من غير غصدنيت تزريه فروخت اللي تي اغتصاب تنتحر اشكو توفي تدابير الحمايه اللي صدر سواء العلاج النفسي ولا مثلا كرا المركز ماني غاتي اللي تفرخت هذا اركي على الاقل اركي يعني اصنف العلاج اللي استخصان باش هادور باش اشكو المجتمع وري ترحم زود تفرخين هذا يعني القانون الهيئه المناصفه ولا انت تصفورتي الحكومه وردين نختم شاور نهائيا لا تمسمونين يزرفان وفقان ولا تمسمونين تمهارين يعني ارتسكارين نترف هذاك تنوا صيف داتا المذكرات الهيئه المناصفه هذا قال المشكل الحكومه شي ناس غلومور نيز دين الهيئه المناصفه يعني ان المبدا المشاركه مشاركه كا حق دستوري مبدا المشاركه كا حق دستوري الهيئه المناصفه تمسمونين انتو تميتين نغد تمهارين انتين ايسكن مقترح غير لجنه الدستور باش تسيري الهيئات يعني سمانيه الخبره يقوت نبهره سكن منه الدراسات في الهيئات ويمكن غيلاد غادي تؤدي تشكل الحكومه سكريات الهيئه يعني هذا كله تمشاور تمسمونين ولا يعني من اللي دار الخبره دارس منه المعلومات نخدم الثمانينات مغارين اللي تيو عندنا فين اذا الحكومه خصات يعني تحترم الدستور غومنيداد تمشاور تمسمونين شكون قال تمسمونين كانت هي القوه اقتراحيه بهري يعني ولا حتى الحكومه يد هدو الصور قالت لنا الاستاذه يعني ويد المبادئ بهري مقول ولكن حتى غيواليون من الحكومه مثلا غير رئيس الحكومه تيتي مغني قالت تريا دونك ما ممكن كي مثلا تسلا كاتو تميت ارتيني غاتي ثلاث نقادات هاتي لا كيسوس نحيو لا منوت الامور اللي زلين سي زرفان تمغارين ارتي تشكى رئيس الحكومه راك تيني مثلا هاتي تمغرتها زود تمغرت تيت كاغاريان ديكور سترس غير نغري ناخد تقوم وخر اخت كميل سناخد الخير هذا القانون هو يصدر يغير العقليات بنادم هاتي ولد سكار. نعم خصها تدير بعدا هي التغييره موتني ديك العقليه ذات ما غندو غير التغيير يضنا دوك الاستاذه كان نسمسا سوا المسمولين اكثر دوك الاستاذه زبيده كاكاديميا دوك الاستاذه حليمه بناوي يعني ما مظهر كمينينا موتنا استاذ الحيان مقارنه استراتيجيا مقارنه مسومه ضد البلان ترشم بالوزاره تما وسط زدين سطمطوط ويني ثنا مسؤولي لي ومشاور وريليو مزدين رايين يراس تمسمونين هاد الجمعيات دويا تترشم الوزاره وغاي تمسسا دوين ديدان الدستور ما خلي يقول مسسا اشكو يداد الدستور سيان الباب ينفن غيف يمورن غيف الحريات يويد الحريات يويد يمورن يمورني تغديوي خصتني دي نسوق سي الدستور ساشال دغي المشكل مشد يجران مدنيت غير انا غادي سوقز اي تغدي داني الدستور ساشال اقول انت ورده تامن سوي تغدي داني الدستور يعني اوين ديوالي وين ده المساواه يا العدد دتنا الاخت ها التعليم ها الصحه ها كل شيء ولكن الدين دوس المؤشرات دادا غير نصدر تنسيتو غير النسب نسب الاميات وثمين وينتيريزان نسب التشغيل كذلك ويرنت نسب المراكز ديالنت المراكز القرار ويرنت يعني الزلط يقولي تثمين يعني تمارات يقولي غير تثمين يعني اي تقول المؤشر دا كانت المؤشر دي سيقولي تغلان غير في الدستور اشكو ما زدنتين نكوني مثلنا الهيئه المناصفه اللي غير ناضل
تجمعين تسمين نظن تغيفسن كذلك كل شيء تسموني نمور نبدن ألي تنين سبدا ماشي خصنا يمشتغطنا الأستاذة عائشة ماشي خصنا وتديت نوي تديت أشكو غن أمزا غن أميالي قودي نوي تديت أدعت مزيان الميزاز وقماس نوي تديت أدعت تنف كل شيء تيم كريسين النيلان نا الهيئات قتلي المركز التلي الرباط وليني أتقز ستمدينين تيم مزيانين أتقز البوادي ست شهور أي مزيان أشكون تات أيدي نانا دي عيش المشاكل تيم كريسين النيلان أنت تايدي غين أدي كنت المقترحات على استنز الحلول هذا اليرد أرتين تنف مثلا أتشغ مثال أولنا مثلا يت القرية لان مثلا اضر نومان تارودان عند مثلا غير بني ملال اسم غجدين عند ولو بريد ولو الاعداديه ولو المدرسه مدنا خصن ادينين او دي ادغونتي لي الهيئات هي اللي دي سادي يخصمو مغار يعني الهيئات نكوني هما يدغي خصان خصها بريد يخصها يغوي تخص ولاني قد يسين مت الحاجة دينا نتزور تزور غا من بغيت اي تعبدي انه وحين بني ملال دان ولا وابري دورسن ولا المدرسة ولا السبيطار لا مدرسة عفوا ولاني دان غي فيها تنقيط اعتصمني بني ملال ان ناس نرى الاعدادية خصها يغ بزاف ولاني تقوسي تغيضا الاعدادية مشتغاتي هاتي مشتغيت نتي الهيئات من مرتدين صدر سشال مرتين استخدم ولكني مع الاسف بنيت أغدي الدان الحكومة باش هذا غنفنتي مخلصين سمون أي تغاكوي لنا دي موند الدستور دايغ كارني رفتيلن زعما دا انت الدار الطار نسول دا الطار يعني سول بريدي غزيف القانون يمشطات لنا الأستاذة نكون يدي عيش نتو سمين نكون يدي دي طمز نتو سمين صغورنا نكون يدي دي تدو نتو سمين اي تغدا دي تدونا وين دي شيران غورنا المراكز دغي تسنتي المراكز بعدا تقن ولا غورنا ما يدي صافي اشكون تيسمونين اللي غنبرا راه غيا كان دام شانتي الوزاره نغتنينا ودي المغرب الدوله الدستور نحله يشال المسؤوليه تي المؤسسات الدوله تشال المؤسسات المسؤوليه التنفسي مكريسين نكوني المراكز نضغي قنت ولا باش نخلص الكرا ولا باش نخلص التربات اللي تخدم ونتخلص الضو يعني قيمه التثمين يزيد العنف والدليل ها كوني ميدا تسفليد ميدا تحسي ومشتا يدي تمتات مشتا الاغتصاب الترباتين ولا تيوتمين ولا يشيران ثلاثة دانا نسولو الحزن النغا تنطحر ثلاثة دي زرين الراون ثلاثة دي هبل يعني خصا مدني تغ ادم زنابريد ادي تسنين مون ادي تسنين شور نرى تمزيرتنا تحلو نرى نكسم يجر نرى نرى تنطوط هاتي املاس تجرى املاس من الساكنة هاتي مشور دين الزاتي وتمين نكس الماء اشكو واخا نتزور الاستاذ النقطيط هي قيماني شيران قيمين توتمين برا مدس ندا قدو سليح سادو سي شيران قد القنوية قد داشن قد نس الحبس قد يني التكلفة يقود يدولان أتوقع المستاذة زبيدة شهور يعني من وكدن للأستاذة عائشة الحين والأستاذة حليمة بن ناوي كمجتمع مدني سيولنا خفي يعني مقار الاستراتيجيات نتي الوزارة مقار يعني يد البلان نترشم ولكن مقاريات يسول اللي ورنوكيز شو متخف عيد نكنيز قتني للإعلام نغدا سيسين وردن تاكيز مسيلة شانو موتي إن يندات وسقواس وفين 11 ولا كيس قواساتين كورة ميدي جان ويا استاذ ايد 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 زكتني للمجتمع دين سوري يعني خدمتي تنض المجتمع الا يد انت ين ين الا غير سيان الدور يد انت كو عثره نيت وكين يكون يدي تن كيزرفان تمازرتنا الا نتسنت المشاكل الا الحكومه سكون صغار الى المجتمع سكون خاطر وسي المجتمع اللي غير يخدم ما هو ثقافي تسول غرخ العقليه اريازا كان فولشي كان بوطن بطا كان تسول غرخ الليل معناه المغرب واخا شوي بدا كما من نخين دماد لتزعزع ولكن لا دونك المجتمع يسول لنتفى الاميه لنتفى غرث مطوط لنتفى ورغرس فقيره الهشاشه قحمني الحكومة إخصاء أدالين التاليث مطوط ماشي 30%
مناصفه نيريزن مناصفه نورياز الحكومه هذا مزن المناصب القرار يمكن غير 12% نعم 12% كيوضن غير المراكز القرار وادي ادي ثوض ماني 50% غير الحكومه ماشي هذا سنشفي تمطوط وزاره المكلفه بالاسره ما هذا سنش هذا سنش الداخليه هذا سنش العدله هذا سنش هان هذا مش فخان اكزومبل وزاره التعليم العالي ضغي يا مي السيد داودي صافي يفغ مك 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 حرين ضغي السفينه التعليم العالي اقسمي يزيل الغدور يزيل المهم لا لا تحريت مطوط ها يسي لي ويا مدلا دونك يخصها يا دالي انت وثمين غير الوزاره انت اللي غور مناصفه للوزاره يريزن والوزاره انت ادي في غير مطوط تحقق النسبه يعني التمثيل يعني الحكومه اللي هذه ينزل لحقاش المجتمع ديخ ما خلي يقول انت رئاسه الحكومه ايه رئاسه الحكومه غير الاحزاب السياسيه ايه رئاسه غير يلاه السيده منيبه قالنا تاك سوات ينزقي خبر نسرتيت والغرغ اللي المقاولات اللي غاسيوت مطوط بن صالح ايوا غاس بن صالح قال لنا هذه لا انت من عدان يعني المساله الحقوق الثقافيه مشكل عويص جدا تمازيغت من يغرش الحق الثقافي مشور تسين تمازيغت والتيغيات الدفع في المحكمه ولا تدور السبيطار التيني ما ينقان ولا من الحقوق الثقافيه اذا لم تفاد الدستور ليس واخا في الحقوق البيئيه الحقوق الثقافيه الاقتصاديه السياسيه ولكن تفعيلوا ريلي مش ما حد تم تطورثوا لي مرض ايا وردين كذا التيني خلا التيني العلماء ان سوسيولوج كي سابيل اسم سبير بورديو لا التيني ثوثمين يغرسيو الشتابي اسم لا دوميناسيون ماسكولين لا سني التيني ما حد لا التيني بان تم طوط هاتي نورثي وضي خصات مركز وردة التيني الاسره هي السبب الى المسمس يخونوا على المراه نغد المدرسه هاتي نقد اقد القرارات العليا خصها تنطط التالي حما غرسي التيلي الوزن التيلي غرسو سلطه يعني لحقاش الحكم هاتينا هي السلطه الدي اللي غرس مطوط السلطه في الساعه يا تيغي في الساعه تخدم قاح المؤسسات النايضين التعليم الاعلام الصحافه يعني قاح المؤسسات غادي تخدمهم لصالح المراه لان يعني غير انت فاقد المدرسه لان انت في الكتاب المدرسي مريم تساعد امها في المطبخ وعلي يذهب الى السوق اقد غير المؤسسات النايضين لاني للمجتمع لا تكرس الوضعيه نثمطط بان التيلي دائما غير تفير دائما رياز انت يتكلف لا ماديا ولا حمايه ولا ثربت ديخ يثدر لا تنتسيما حمايه تخدم خف بانس أرياز دغي لا غير سخر انت 84 لا غير سخر مانس شوي ولثماس شوي ليس ثمطو طنس يا سيدي ما كان الحكومه رياز ما كان الدستور رياز مثلا اذا ما حد لا غرخ العقليه اذا الذكور يا هاتيني وعر اذا خص النضال ثم النضال ثم النضال ايتي وثمين لا يوت الحاجه لا تعاتب في الحركات النسويه والجمعيات النسويه العالم القروي تونس لا تدغ العالم القوي ثم تطن نمسكر دغي المرصد الوطني لمناهضه العنف غاسي تندين تيستياني القريه ما ميتشاش ما غير تدو ثم تطن القريه ما مسينات ما غير تدو التشتيا لا تيكاثورياز والغرس الصوري اللي السبيطار ما مي ثم تطن ماني المناهضه العنف ماني مراكز الانصات اذا نهنتي ورسينخ ورتيخ نكذ ما هلي وردين غير العالم القروي ثم تطن القريه سوري ثم تطيثيا فهمتوا تناك قاح خصا ندافع على حقاش اللي اللي مارجيناليزي دوبلومون باسكو اللي اون اللي اون فام نعم يعني ديال زنطوط الى بارتيا الواحد ديال زنطوط تيدي كوانسا اللي خص الحال اللي مارجيناليزي الوغ تي وثمين المناضلات خصا تكون تاكل غير زنطوط لنا شويه ديتي لي شويه التوعيه يا تولي شويه المناضلات خصا الاعلام الاعلام كنت خصا يساهم انسعى الأهمية أقول المؤسسات الدينية نعم. الطالب الفقيه الجامع أس الجمعة ما ليلة تقن الدروس غاسخ في سوريا أنت بعدا غاسخ في أيريزنا كون يهدر بيت جاي ثنتي وثمينة دفغن تدخدم من تدقران ما هلي ونتهم جميع المؤسس لحقش لي تيني دايما لتعايا دخل الله لحقش أين دجان شيانزكي سكواسن ليتيني كل المؤسسات الاجتماعية تعيد إنتاج الهيمنة الذكورية زي الأسرة الأعلى
الاعلى القرار ولا الاعلى السلطه في البلاد. يعني كوشا لن تفغ زيت الدر لن سي مثلا بتخف التعاون مانس التي التويك خفنس حمايه التاول الديث مغور غرس المشروع نس الحياه هو يريز التاول العيله نسي ما ذي هذه فغ هذه حرب هذه السرايد لن تدغ المدرسه لن تف المقررات الدراسيه لتكرس الوضع. زينب تساعد امها في المطبخ وعلي يذهب مع ابيه الى السوق لن تدغ الاعلام لن تف تطق اشهر الطنوبيلات نتا الدار نويا دونك قاح المؤسسات الاجتماعيه كل فوشي تتكرس لا تكرس لا تكان اعاده لكن هي الصوره غادي تولى في خصمطوط اعاده انتاج الهيمنه الذكور يعني واخا القوانين وردانا وتغرشا استاذه زبيده باش نقيم سواكيد تقر استاذه بشرى مرواني يعني شيئا زق الاستراتيجيه نسيو الخف الخطط نسيو الخف شيئا زق الامور ولكن ميدي جان اللي كيسولا يا دور ظهير خفه تدرت نطوط مغربيه يسدن غياني ما صورت نجيح الخطه النتيجه الباطن غدات ديال الوزاره إس تي الشركة نغد أم شاور نور ديال الوزارة الفاعلين يظن دي جنا اللي جور نجيح نور نور غريت سنيد الرأي النغ غيسو نسيت أكد أن يشت إشت المناصفة نغدي جو معدل إن يرو رياض تمطط. نعم ويمكن ان نهايه تنجح الخطه الحكوميه للمساواه بس لان العقليات تسول الاخت سك الجامعه القنيطره سك خاص مؤخرا السيده باسمه حقاوي سي خفنا استنى ما سي دروس الحساب نتوثمين يشمل عالم الاقتصاد استنى ما تقريبا 12% نتوثمين قلان مراكز القرار استنى ما يعني الاكثريه نمد نيلان الشوماج الحساب نسنزك توثمين يعني هي حتى الوزير سي خفنا استنى يعني تم السمنه ديال المجهودات ديال 5 ديال 6 سنين هذا وراه غيصيو تغرشا يعني او موا خصنا وضيات يعني 25% غد الربع ولكن كني نسول لا نساو خف 10% 12% كل المجالات هذه يعني وريد هذه السو تم طوط غرسين النورس هي واخا تسول الوزيره السيده بسيمه الحقاوي ان تم طوط يعني تلكيم المناصب القرار وتلكيم تسيب المؤسسات المقاولات الدويا اللي هي الاسباب اي 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 يرجع نس تم طوط هي الاسباب يرجع نس المجتمع اللي هي الاسباب يرجع نس التشريع يعني تغيير العقليات قلت لنا الاخت هاتي خصات الوقت باش نغير العقليات للمجتمع تنطط هاتوا تغي اتسكر التوفيق ديال الحياه الناس تقميس التربيه نيش نشابان اتسكر بزاف نتمطط نتمططين نتسدنان اوغين ادول الجنس المناصب المسؤوليه هات تفتح المناصب المسؤوليه ورا ترشح نتسدنان غير ترشح نتبكازن اتيني تمطط نكي اوغير اتسكر المساواه بين الحياه الشخصيه نود الحياه العمليه اوغير أدبقى غمور الوقت أوغير أدسكر غاية يعني كاين الأسباب اللي يغون ستنطط المام كاين الأسباب اللي يغون ست المجتمع المجتمع ويتقبل مشتان نسقاسن أبغاز أي سيرن أبغاز أي إلا نقل رئاسة الحكومة إلا نقل برلمان المقاعد هات يصعب يصعب شوية أي أي أن 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 الوزارة الوزارة أستاذ بشرى يزاتو الرزوخ في يتس الحلول ياكسن ديال الخطط نصر التشريعات ولكن يخصد غير سنين يتس البرامج نادي استهدفنا أكيد المجتمع نادي استهدفنا يعني ما كان غادي يتمطط أتفغز يمي دو ترشح مثلا الجامعة القروية ترشح البرلمان يعني متى البرامج هذيك الوزارة أكان كسايا التصور إلا غير سي مزدان مازرتنا خفت من الضوء اي هاتوا كمل البرامج الوزاره كله يلا سول في الاستراتيجيه تم تم قران الاستراتيجيه الخطه الحكوميه هاند لان بهران البرامج اي خصنا في التمكين الاقتصادي كله تسول الاخت زبيده في المقررات الدراسيه الاباء اي جورنال تم طوطق الكوزينه السنوا اوه هات المساله المقررات الدراسيه وتسول دقيق دقيق وتسول المقررات الدراسيه لان القانون 77/03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري يكس كله هيا الصور النمطيه نتسدنان واش كاد ولا غير الاليه المرصد الوطني تحدث الوزاره تضامن المرصد الوطني لتحسين باش نحسن تصويبه نتمطط الوسائل الاعلام باش نحسن تصويبه نتمطط الاشهارات يمسوا الكرامه نتمطط انكس كله القانون يوصف المقتضيات واش كاد المرصد لتحسين صوره المراه في الاعلام اللي تكون سكراد المركبات تمسمونين بمراكز
مركز البحث ديال الوزارات المعنيه باش نكسكوا له الصور يمسون الكرامه للمراه الوحده. تسكب الوزاره انتضامون للمراه الاسره التنميه الاجتماعيه لمجموعه البرامج انفكر المثال البرنامج الدعم تيسدنان متناسن وبغاز نسن دارس ايغوجين يعني صندوق الارامل صندوق دعم الارامل صندوق دعم الارامل يوشكاد يخصص 350 درهم كل شهر لتيسدنان ويدلان دارس ايشافان ايغوجين. تسكفر كذلك الوزاره انتضمت الاسره التنميه الاجتماعيه لمجموعه البرامج وخصوصا التمكين الاقتصادي التمكين الاقتصادي خصوصا باش تيسدنان اهداف التعاونيات تسكن التعاونيات باش تكون نخف النسن باش الا المشكل التسويق يسول بهذا المشكل التسويق يصعب في تيسدنان تسكن سكن التعاونيات تخدم في الزيتاركان ضد الزعفران كله هي المنتوجات الطبيعيه باش الا المشكل التسويق لا داخل العقليه الذكوريه اللي يساهمن المجتمع العقليه نيركازن المجتمع باش تيسدنان او الكمن المناصب المسؤوليه او الكمن البرلمان او الكمن مراكز اتخاذ القرار يعني باه الاستراتيجيه تتسكب للوزاره البرامج ولكن يسول خصها الوقت. بالنسبه للتسول في المقاربه التشابكيه المقاربه التشابكيه تعدل الوزاره القانون العنف المقاربه التشابكيه ان قبتي مسمونين الوزاره توزن المذكرات ايتي مسمونين باش دابا من نسن باش ولكن ما يمكنش هذه اللي النقاش المذكرات وهذا كان المشكل يعني هذاك القانون تما زيغت هذاك وقع دا سنتيني دا نتيني نكني بان نكني داخل لو سيت الامانه العامه الحكومه وراه تمشيوير ولا فاننا اي اللي غادي فاغ لو سيت الامانه العامه افادت نظام سكر باين هاك ودانا في رولز المجلس الحكومي في انتيات اللجنه باش دا سكر صياغه يا ضنين ولكن زوج صياغه زوان ولا حتى تيسنات كل حتى يتقيسنت وتصدر تسلكم القانون هذا غير اللي كله نرى يعني وليت واقي اليوم دراسين غدوا يا نواسنوا مشاور نغد يا الحوار الوطني مثلا يعني خصاص يا الحوار نغدا مشاور كل تيمناضي ما زرتنا اريد غسق يعني هاد نوش المذكرات هاد دازنا كاينين المذكره نو قال له سيت الانترنت ورسين غير ست زران مذكرات استغرام مدور تغرين لا المذكرات يعني مثلا اللجنه اللي راهي يعني اختصاص القانون زود اللجنه اللي تعدل عليها الدستور اتيت لها اللجنه اللي لانت قيس مغارين هاك اللي تني الساعه 3 لانت قيس مغارين اللي باهره يعني ورات الراي الامور غردو خامس نذكر باش خدمت غير اللي غدو السور هاتي سيتا كوز لي فام اللي كانوا في اللجنه دونك حتى المشاريع هاد القوانين مثلا مشروع القانون العنف متى دي مشاور يعني هاتي غير لدنيت القانون هي كرا الطريقين يا كله غير تغيير جزئي القانون الجنائي انت فاتيمي كاين لها التدابير الحمايه كقيسك اللي كان جديد اما ما تبقى الفصول كان غير تغييرات القانون الجنائي يعني ولي قايا القانون نكون نرى قانون شامل يعني القانون اللي ركزتي ليه اربع المبادئ ركزتي ليه الوقايه اللي قيس الزجر يعني المتهمين اللي قيس الوقايه يعني الفصل 475 زي القانون الجنائي ان دي تاوي نخف المشكل الاغتصاب انتشارتين تم مزيانين اذا انت يسول له يعني ورديك سيتوك سامحي لا ورانا نزري السوا دار كي جاوب في مسمونين كنت انك يعني التي مسمونين وقابلت المجال القروي لا سمحي لا سمحي ما كنت عايد الاستاذ بوشاط سير لا استاذ نعم لا سير غير كنت عايد قصه تكمل حما كذا مش غاوى الاستاذ هاتني البرامج ما قال البرامج دات بها الوزاره الا مراكز تسول الاخت بديعه اخت زبيده في العالم القروي هتسكب الوزاره المراكز الاستماع الدعم للمراكز الاستماع الوزاره انتضمون اتكا كل سكاس الدعم التيمسمونين تخدم قل المجال المرأة التيمسمونين تخدم قل المجال المرأة من مختلف المناطق المغرب سواء العالم القروي والعالم الحضري يعني ما يخصان يخصان ان تيمسمونين ادسكم كمان الايام التواصليه الايام التحسيسيه الايام التوعيه باش تسوعن تيسدنان الحقوق نسنس البرامج للديلان باش تفهم تيسدنان ما يلنس الحقوق نسنس كذا 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 نعم يعني تيمسمونين غير سنلا الامكانيات الناس غاينا يا استاذ بشرى يعني الوزاره اذا تكاين دعم اذا تشجع شي جمعيات اي دعم الوزاره دات تسكب الاعلان سنويا دات تسكب الاعلان كل سكاس باش تفكيان المبلغ تيمسمونين
مسمونين يتخدمن كل المجال اللي تسدنا المجال المرأة. كل أسوكاس ذات تخصصية المبلغ المالي يتم سمونين يخدم سواء العالم القروي عند العالم الحضاري. يعني خصها شوية هات باش نجح باش تامطوط أتاف المكان نسق المجتمع باش تساهم يخصها نكتف الجهود من كل مكونات المجتمع الوزارات القطاعات الحكومية الهيئات البرلمان يتم سمونين كله تضفر الجهود من كل مكونات المجتمع باش نمكن المرأة هات وبصدار أن غير العقليات ديال المده قليله يخصها غير الوقت باش نغير العقليات باش نسكن باش الخطه الحكوميه اسكاس ويس ويس خمسه ديال سكاس يعني خمسه ديال سكاس تصدر الخطه الحكوميه هاتوا الوزاره حاليا تشتغل ايات خمسه ديال سكاس غازك الولايه دابا ملي كيدا نسوق في الخطه ديال الحكومه التناوب يعني شحال الخطه كزرين ولكن جاو راه تجي الحكومه نسوق الحكومه الخطه الحكوميه للمساواه هاتي صدق في المجلس الحكومي 2013 نيت الحكومه 2000 الخطه 2012 2016 هاتوا تصدر تبان نتائج قبل سنين يخصها هي تحقق المجموعه المكتسبات نتا نتمطط بس يخصها الوقت يخصها تيمسمونين اتسكن يعني التوعيه يخصها الهيئات يخصها الاعلام يعني كلشي المكونات كل المجتمع المدني خصها دابا قياده غير معاد استاذه الحين يعني اخويا تخصها تيمسمونين استاذه زبيده خفات مطوطي غير من برا يعني كلشي غير الا بزاف المشاكل خاص كلشي غير اللي خصها تتسكر الحكومه في تيمسمونين هاتي التحسيس لا سامحي التحسيس الحكومه خصها تسكر التحسيس الحكومه خصات لكم مدنا اللي لا نغدرار هاتي حتى وين كان مواطنين ويمكن ادناش كان نواتي مسمونين تمغارين اللي ختي مسمونين مجتمع مدينه فتون تسودرار سكن تحسيس سكن كذا الدوله ما راه تسكر هاتي ابريدي زد تيمسمونين راه تيسكن غير هاد اللي غيضروا تفليس نصدار يسي لا كرايا اللي صدرنا لكم ودرار مدن كلشي تي حصان سوت في الغدران تيمغارين تمتات انت شو داس انت السبيطار ماني غاد ماني غاد تارونت تقول تيمسمونين على سكر السبيطار بالعكس غير اللي تيوس كان تحسيس غير القرى انا غير المجال يعني القروي تيمسمونين تمغارين تيسكن سواء في المدونه سواء في الزواج القصيرات سواء يعني من نوت الحملات التحسيسيه اي تيوسكر ما تسكر الدوله تماغ باش يقام الفاصل 20 غير مدونات الاسره باش نستيه تيفرخين يعني اقل من 18 سنه واخا انا يعني نرمي صغيت نسكر المذكرات نسكر التظاهرات نسكر الوقفات راه كيتيني رئيس الحكومه واختين 20 اللي بيد انت مال البرلمان وراك يهمانت صغي كذا صرا نغير المجتمع كيورتيني غير المجتمع العقليات ياسو يعني متاخره لا المجتمع والسكريات ما يسكنيز المسؤولين اشكو مدي زوان اللي غادي فوغ الدستور خصها نصفوغ زوان الهيئات اللي زلين الحقوق وفقان نصفوغ الهيئه المناصفه نصفوغ المجلس الوطني اللغات باش نتنين المؤسسات بالاضافه للمجلس الوطني للمؤسسات الحكمه مؤسسات يعني الحقوق الانسان نتنين اصدار اي اصدار ذاك في المقترحات اسكن تقييم السياسات العموميه تصدرت من الحكومه لا مثلا البرمجه نهض استراتيجيات هاتي وقيس الا مثلا مقاربه النوع هاتي وقيس يعني تسكرت تنكديت قال لي الكاس تمغرت اللي غادي فقر القانون اللي غادي تصدر وتجوي فوق القانون تصدر الهيئه مثلا المناصفه تفهم لي نسغ القانون العنف ناخد غلا غير القانون الجنائي ناخد مدونه الاسره تعديل الفصول اما باش نزل نرجع الهيئات اللي كان اساسيه ارتي كراكا كل سر القوانين ما راسو تسكر الهيئه المناصفه غادي فوق القانون الجنائي القانون العنف فوق يعني القانون تفعيل رسميات الامازيغيه للمجلس الوطني ما مسؤولي سكر المجلس الوطني يعني يعني الزوير غير كليسانتيني الزوير اكوراي هذا اذا المفروض تؤدي تفاغ الهيئات زوار باش تنتين كهيئات حكمه كهيئات دستوريه تنتين اصدار اي يعني تحضون كل ما يزلين سي زرفان تمهارت ولا زرفان وفقان بصفه عامه تيمسمونين الدعم اللي تاكل الوزاره باش هادو سلام الدعم تاوري يزري حتى 4 المليون غوص وكاس ورا السيس تخلص حتى الكرا وصول كوني تمسموتنا غاتي تقريبا من ناو يعني اشكو دارنا من ناو المراكز ورجو ومزني التكرا الدعم يعني الاستماع الارشاد الايواء كنا تيسكن تيمسمونين الا يا الايواء دار اتحاد العمل النسائي ليا ديال الرابطه يعني مجهود نعم. يعني سكن المجهود يعني مبادرات فرديه تطوعيه الحكومه راك تيني لا اخصاء ودارنا غيدري من تيخصاء اركي تغيير العقليات يغور يصدر القانون يغير العقليات هاتي
بلا العقليه بلا شك الا نصفوا المدونه نسير يعني ورا نتقرر غير مدنا العقليه نس صدرنا بيدنا مثلا غير غدو ازوكاغ باش هذا سنا ذاك المخالفه لا نصفوا القانون تلاقيت عقوبات زجريه غير كان سي خصو ولا حتى المساواه ولا العنف يعطي العقوبات الزجريه يا وان سواء قطاع حكومي ولا اي مسؤول خصتي العقوبات الزجريه وليد يعني تربات تمزان لا تعرضي للاغتصاب تنكرو تستنين خصها تهلس ولا الناس يبرد الاغتصاب غير دوايا العنف لا تزايد انت الا غير يا العنف الصحة الجسدي نزايد زايده القوانين يا العنف سمحي تكمل في المجال القروي المجال القروي مسدي الحكومه فعلا تحارب الهشاشه اللي المجال القروي تسكم غير تنمر الجهات كلها غير دوارنا المدرسات 58.2% تمغالين على العالم القروي والكم تيتم دروس الاحصاء الرسمي هي الاحصاء التمكين ولكن تنطبق على الامميات 16% تمغارين اي المجال القروي اي سن تيوجيوين سنت يعني تنتين تخدمن في تيوجيوين سنت اذا تولي يمكن ان العقليه ما خل العقليه غيقولوا كاس خدم في لاس مغارس تاكو العقليه صدر يتقبل الخير ولكن يتقبل باش انت مثلا تخدم الفلاحه تخدم منا وتلحوايج ولكن ورا تمز يعني المقابل لخدمه الناس اذا بالنسبه للمجال القروي ويمكن ان يعني ان رزم العزله ان نكس العزله المجال القروي وغاسور تعترف ثلاث تمغار تمازيغت ما منك مثلا حق الولوج اللي قال غير حق دستوري ويمكن تمغار تكشم السبيطار ولا الاداره غدا سورتو ثلاث نس يختلات ثلاث نس غير ماشي حق ثقافي الامازيغيه تقار سميه بمقتضى الماده 5 تنطور ذاتي غدو صاطبيب على قاش ولد السين المستيني ولا تدوغ القاضي ولا ما تقاورت يميس الاداره وتصدر مثلا تفتو دي تصفاخر يا مثلا الشهاده انها تكرز الاداره ولا تفتو المحكمه اشكون عتو ثلاث قايل العائق قال عائق مقول بهره ويمكن نضمن الحق الولوج اللي كان حق دستوري يغور نعترف في توتلاين نغدا ارغاز كل المواطنين 36 سماسيغ حتى تيلا كانت المرافق الدوله حتى هي ايد اللي نتقل القانون اللي رافع الامازيغيه نغدا تمازيغ سي نتقل باش هذا غي باين سما منك صرات كشمس الاداره تكشمس هذا نفاد القانون القناعه باين لها نفاد القانون توتلايت الا غير سيان الدوره خطار تنميه تمازيغتنا غاد ما حد يعني ينباض المغرب سولا لور سين دورني لا غير تمازيغت قلت نمي انت مازيرتنا اتوردانا وضع علاقه مقارن رزاق في يعني خمات الاسباب نا غادي تجان نسول نوخر ولكن اذا انت فمس يعني تيم ناضي اللي يسول ميد مغربي اللي يسول تمازيغت غد هات ويد الا غير سنيا الدوره خاطر قلت نمي تسولا لو الدوله ورد السين بس هذا العائق نيلان وهو ان ميدات ورا تمشي الحق نسن اتسول سير سن سن ثلاث نسن سامحي غير السوسيت غير ميك غير كله تسكر يعني 2001 2011 في تمازيغت كل شيء تشكد الحكومه في القانون في المشروع القانون التفعيل الرسميه الامازيغيه ترى راه يعني تيكيره قبل 2001 راه داخل سواء من اللغه من المعيار من يعني الخير هذا كان تيموكراسي اللي خصها الحكومه في لاس خدم نعم تقول الاستاذه حليمه بنوي تمطوطي غير ما نبران مديني لا وين ثنا استاذه بشرى يعني ثنا مس ثيم سموني لازم هنا تسعاون نغد هنا ميلا كفوس نسود النوال تمطوط نغد ثم غارثه كي غير ما نبران غير باش تيسي الاستاذه يسي بين تزار مسفلين يسي فيدرالية رابطة نيمون تسمين تبدا القوافل اول جمعيه انت انت مزورت اللي يبدا القوافل التضامنيه تسمى القوافل التضامنيه انت ويا انت ويا اضبيب ناوي المحامين المحاميات ناوي احلوي ناوي اين من غي ندو ناوي الشباب ناوي الاساتذه أن تخدم غير تغيير العقليات، أن تخدم غير الوعي، أن تخدم غير التوعية والتحسيس، أن تيني يمدن نتشورا خصها التغريم، نكتم نمشي للجامع يمشي تغات لنا، نستعمل الشيخ، يعني هنا يدا غير تيكان، يدا صار سنين بدو، أشكون مشى سنيت، الشيخ مشى سنيت، هاي بدي قبيل، شنغ الجامع، نتساولتي الجامع. المناطق العرايش المناطق الورزازات يعني دا نتدو نهي استمارات استمارات نتعبر الطرقين باش انيسين يمشي نعيش نبني طريق مازيريت ما يتني خصان ما يدران نتسجل سيما ونسن ما تني خصان انت كالمو دكير دادي نتدو ني دراسه غنيا غير تقرير القنا ولا امكانيه دا نتكاتي ورقين ها ما يدنوفا مثلا
يمين ولاون ورزازات همد نوفا حسيمة همد نوفا يقول ميم همد نوفا أردين توي نتقال مذكراتنا أري سنتين تخدم سواء التعليم غور نغا نتسوفغ ديال 16 مطلب ديس الصحة ديس التعليم ديس التمكين ديس أنكس الزلط ديس العدد كل شيء الإحصائيات يماون نتو تمين يماون نريزان الشباب ما تنخصان أردين تدو دان تيني المذكرة تغنى نهدسي دان تاسي ما يدي خصنا دي تويت ما زيرتنا نكوني غورنا كل شيء ولكني نكوني يتسمونت من غرس الإمكانيات محدودة ما يمكنش أتي الدور الدور للحكومة إذا تنقيت الدور الغجلان نكوني أولا بعدا نقول دغي وريد نوفي مس وردزار نغيس فليد ويتغلاني الحكومة ويتغيفو واجب الديسوق القوانين ورد السفليد نتسموني والدليل أن المناصفة الهيئة المناصفة كدا 80 المذكرة 2 يوم المذكرة تدخل شي بنانين تغيف نتي بنانين تغيف يات اللجنة اللي تأسس سيما يدد الخطاب صاحب الجلالة غيف الدستور سيما يدد أسنا يخطب سسكا تبدو نسمات الربيع المساواة الربيع المساواة انت يدي الزن كله يمرني تغيلا الدستور اللي تيني خصنا نبدو من نبدي سي وقتنا من نبدي ناوي نيت القوانين الشكل سويدا ديداني الدستور ديدا ثلاث مازيرتنا ديالي ورنا نقيم انتظر دغيا تدور قالت قالوا زبيا اخوان على الشغل صدرت ري غادوس غير سامحي التوعيه والتحسيس ماشي تين تسمونين نكوني نخدم دادي تاولين دادي نتاوي النموذج دادي نتاوي مثلا حتى تيوثمين المهاجرات نخدمي تسنت القوافل ايطاليا يعني بلجيكا فرنسا هي مدريد غوتاي اسبانيا ناويد المتطلبات نسنت المطالب النغدا غيف نمحوف اللي دي سدا المدونه نويت دي تخلت عندنا دي نوي بالحق تزين تشور تسموني النغ ولكن تسموني النغ تسموش الاهميه زكيله نباطن وليني دغي نوفاني خفونا يطازن تيني كوني نغول زدارت نعم نوفان المراكز اللي يضغرنا اللي غير تحموت من الطوط دوال راونس تقيم دي ست شهور ارتن في ارتن في تيم كويسين سناوي شيرات سندراسة يمزيان دات تف مديتي لي هاتي دغين سموت تيتن نعم وغنقن نوفان اسمي خصها الحكومة تحمل مسؤولية الدوغ الشراكة الدوغ الشراكة سامحي لا راسا كندو لا غير ميدن انا نعم سؤال غير ندو غير الشراكة تشمل الشراكة إيش الشراكة اديشغ إيات الجمعية قد إيش رجال الجمعية كان 80,000 ريال قد إسفغ 40,000 غيف تالي استقبلني شيران تالي استقبلني وثمين فغاس الإمكانيات يعني غاسي الجمعية شمين خلص الكرة 4,000 درهم تخلصت تسير كله تليفون تمشي تاتي القافله دود بريخ في النم هادو ولو ما دام نجح يعني خصها ديالي هادي اللي الدعم المجتمع يعني المدني لا تيم سمونين خصها مشري تيم سمون خصها تحمل المسؤوليه السؤال غدا الدوله هذا مش الدور راعه نعم السؤال غدا حاسه دابا بشرى تجاوب غاسدات ما غنكملها ولنا غنستغدي ديت المغربيين غدا امزدا ميتينين خفي مور نتم طوطك مازيرتنا عندو غر وما تنسعدو مدى غادي تزري يعني الارتسامات غدا ميتينين راي لا غرسي مزداغ قوية دي تخصاني مورد مطوطة في الدستور 2011 أكيد على أننا لدينا مقارنة ما بين ما قبل دستور 2011 وما بعد دستور 2011 أكيد على أننا غادي نلقاو هناك فرق كبير سواء من حيث القوانين التشريعية والترتانة القانونية اللي كتضمن مشاركة قوية للمرأة أو من حيث كذلك الواقع ديال المشاركة ديال المرأة. الصراحة دستورنا 2011 إشكاليات الثورة ديال حقوق المرأة في المغرب كاين يستافد غادي يساوك بزاف 100% بس الدستور داس كوج مع كل الانتخابات الدستور داس اس كوج مع بزاف لي دومين نور ورغير داس كوج مع زوار ما قرا دان السترات زايدن القوانين فدات تبدلوا داس كسو الضغط نتمطط على قش العقليات ايش قفدت نتبدلت ميديو جنايا
الوعيوري اللي العقول الذكوريه تغاخ في خفتو ثمين زين تم دروسوري اللي يقول الفتاة القروية نسول أقد الحقوق نتو ثمين سلالية توري اللي سولات نترجع زعما ديالي قحي دغار الملاكنخ. بالنسبة للدستور 2011 أريد تطبيق مشي نرى نكوني كتيو ثمين العالم القروي يسولالو يدادس المناصفة يدادس المساواة، ولكن دابا يالله نيوض 25% المجالس الترابية 30% البرلمان إذا نسو لأن نرى غير سنوات تمتد انت مازير تقول تتطور شوي. الحمد لله غون ترشح انت وتشت مازير تغور نغا غون انت كنت ترشح انت نيت البرنامج غون ترشح انت المرشح انت مازير الخريات غون ترشح انت ودني انت غون تتطور انت شوي. المرأة دغيا تكجمل بزاف المجالات، المجال السياسي، المجال التعاونيات، دنت فات تمتد جميع المجالات أم رياض دغي لا قد التعاونيات دات تنتاج دات سواق أرت قاي نيت قاو رياض. الدولة تصر على أن تكون للمرأة يعني يكون للمرأة دور فاعل وفاعل جدا في كل المجالات، فهي تتيح الفرصة للمرأة لتساهم في بناء المجتمع لأن المرأة هي كل المجتمع وليست فقط نصف المجتمع. المهم لا تهميش المرأة يسول، ولكن ساعد اداه التنعيم ساعد الادارات العموميه دون الا مكان المراه دا. ولكن ما اديت تمتط شنو ظهر المسؤوليه هذا تيكي تظهر معناها تظهر لا كومبيتونس يخصها غاساتي اللي دير نغ الجراه ان زيت سدات ان زيت قدام على اديتي لي اديتي تمتط دو رياز هذا تدو يتقدم الوطن. خاص اول شيء ان المراه هي تقدر راسها والطمح انها تحقق شي حاجه في الحياه، ما يبقاش داك الفكره ديال ان المجتمع مجتمع ذكوري وان المراه الدور ديالها ما كاينش في دوك المجالات، يعني ان المراه عندها واحد الدور خلقات ليه هو الدار هو المسائل الانثويه وان داك الشيء كله ذكوري، لا بالعكس ان المراه عندها قدرات وتقدر تحققها. ها نتمنى يكون الميديا انت مغارت للمنطقه الجبل تهزا يا ولد انت تنهض تخدم شوي تخدم خفيف تخدم في تروانس باش تفغاو نتا شوي برا تزنز التجاره تسغى تزنز باش خويا انا ديريتيني تمطوت هاد السول تضعف المنطقه الجبل. فيرمان صغدي شيان زيت وثمين ليسي ولا يعني كروبورتاج هذا انت فمس عيني عدان داتين بس اين ثورتو مطوط انا روز مطوط نسول اللور غير سنويض غازات ما غنسيو الخفويا غير مطوط استاذه زبيده اللي نخ بان الجمعيات النسائيه شويه تهمل العالم القروي لحقاش نكور ذا سوار غازي فرا لا لي زيتيديونو زي المنطقه نسوس بنزور صغريخ ديس ارتقال الابحاث التوين علاقة المرأة القروية بالتوين بأن أورلينت الحضور الجمعيات النسائية الشكل المطلوب يعني على المستوى التوعوي التحسيسي معناها ولكن ورتي والخاص زكينا ولكن لانت أبحاث أتني داوي قاح جسمي بخيت باش نوريهم لكم أبحاث ديال الطلبة نفغنين غير المنطقة نسوس تسمى المنطقة نسوس دان ديرها الحركات النسائية هاتين وردات تقندور ولكن هاتين حركات نخبوية لا تدون تغسل لا تنديم لا تدون تغسل تنقيت نمت متفقة معكم هي وريلي وغراس وريلي خصها الحكومة كتقال بريدك كتقال المدرسة يعني خصها تيلي المقاربة التشاركية جميع الصحة وزارة التعليم وزارة ماشي غاسيون جمعيات نسائية ايفيدامون غرس الميزانيات وغرس انا قلت مش دان غير تشعو دوار لتفن المعارضة زكريزن لتفن المعارضة مش تاني يتري تسكر الجمعية ورتو تجيني ريازن ورتو تجيني يعني إلا يوتنا إلا المشكلة إلا المشكلة إلا المشكلة نعم قبيل تمطط غس أكان دو راغي يقيم بزاف الوقت نعم. وراغي يزدو الوقت نعم. الدو قرم أستاذة بشرى مرواني أنا ركز شويخ في الجانب السياسي نغد ثاني لان سرتيت كما زرتنا أكاتي غي تمطط أتغير سيريا ودور إخس كتي زويرة تاوض غر مراكز القرار وينتين إخس تاوض غر تنباط وليني مقاريات
هاد مش نرعزق يعني تسول اللور غير اللي يت النسبة يت المناصفة غديانو معدا الإنير ولياس تمطوط قل مراكز القرار نسول اللو يعني التي وتمين قل جماعات نغد المجلس المنتخبة دروسن تدوياد أي دين ديتاني تاتس نظام الكوطة يعني غسيا أميت نضيد نظام الكوطة غير الحقوقيين غير سنيدين راينسن يعني تسول اللو تمطوط غير خلي مراكز القرار السياسي ما قد نسوا خف تمكين عقاش هذا المصطلح التمكين دغي داس نصغاد كيس كواسا ديال الكوره شيئا ولكن تنطط السؤال الاول دغيا تا غير مراكز القرار. نسول في المراكز القرار يعني السبب قبل تسولك في السبب وريت جان تمطط اتولج المراكز القرار لان العديد من الاستراتيجيات العديد من القوانين تشجعن الوصول تمطط مراكز القرار من التعديل من القوانين الانتخابيه القوانين الجامعات الترابيه الصندوق الدعم التمثيلي للنساء يعني لان العديد من البرامج الاستراتيجيات اللي تشجع النساء الولوج لمراكز اتخاذ القرار ولكن العقليه الذكوريه العقليه اللي مقازن هات امظن امظن المقاعد امظن مثل المجالس المنتخبه الجماعات القرويه الجماعات الترابيه هات تدجن تسدنا هذا الجنس المراكز اتخاذ القرار هاي يعني هذا اي سبب واخا الوزاره تسكر الاستراتيجيات باش تشجعن تيسدنا هذا الجنس المراكز اتخاذ القرار ولكن النسبه تسول تضعف. نعم يعني تسول تدرس النسبه تسول تدرس هذا عيد مش لانت يعني لانت هي تسن توتمين هي النخبه لا ماشي توتمين يعني هي الكفاءات يعني استاذ الحيان يعني كاد شيء نسكون سيون خف تمطط المجالس المنتخبه ومثلا الجامعات القرويه اذا انت فمس يعني تي وثمين اذا تيلين هي تمطط اذا تدور ياز ذات تناول رشحه قدنا على حقاش نكني الحلال جا الحساب من وثمين خصها ديري الحساب واي فلان يعني بغض النظر متى تكوينا غير سيلان نوفايات يا تمطط من يوم ظن الميزانيه سنيفو القرايز الرابعه ابتدائي يعني الميزانيه ديال المسؤوليه اذا خطرت ناخذ هذيك السيليات الكفاءه الجامعه ديتي نتفاتهم سيان النيفو التعليم نيم الزين ديك المسؤوليه اذا خطرت يعني سعلوض الطريقه الناس اللي تدو الاختيار غد الخطره انت تقولي من غاياك من المجالس نعط مراكز القرار اذا دي سيو تمطط نيتا تفرضي في النس وشيت الاهميه اي تدرت النس ولا الراي نس انت تجاجي ريزن حتى باش نضلب زغت مغارين يعني اللي راهي كشمس الجامعات المحليه عاد كاينت كفئات كاينت تيلي دارسن يعني المستوى التعليمي مقرن هاتي حتى هو ديك ينعي واحد الناحيه نس نحيو اشكو الكاز وراس نطالب حتى هي تيصدر يفتو هي مز الميزانيه هي مز رئاسه المجلس هي مز ولدها ساكورا كيغري زريت دونك دائما كنت مغارت اختنا ثلاث كشمس كرماني ولا خصها تدرس تيلي كذا خصها تزري وصمش كنا وسكاس غنخدم ثاني خصها اذا دائما شكون تقسيم من نمط الادوار اتي غي اتي تبعات نسيد انتني وتمغارتي خصها تتقابل تروات هذه هي الغفص اللي انت المسؤوليه على قاش ما يدي جات مغارت وتقرا ورثي لا المسؤوليه البرامج المسؤوليه الحكوميه المسؤوليه داخل شكون الدوله يغور تسرس كرا القوانين غير كلي سنا كامل اللي قوانين يعني كيسولي حتى كراو سنحيو هاتي صدار نسلك انت مغارتي هذا يعني كقالت المناصب القرار يعني البحث سكرت المندوبيه الساميه لاستعمال الزمن اليومي للمغاربه راك تيني استمغاري راه تخدم توكل ست سوايع نص غواس ارقاز راه تخدم اقل سبعة المرات ما شكون بالنسبه لرقاص واخا راه كاو القهوه ولكن بالنسبه لتيكمي تيتزلي استمغارت تروازلي استمغارت انت تاسي خصك كلشي سكر غايد سورت فتو داخل المجال السياسي سورت فتو المجالات يضني اذا الفلاس نضال يعني راس نطلب يعني منه وتوري وين اللي فلاس اللي شقنت حتى فرقا فما بالك يعني تمغارت اللي يسمون منوت المهام اذا ماشي خصها يخصها الاعلام بدا كني التلفازه ولا الراديو ولا الاعلام المكتوب خصها يزري المسائل ديال المواطن خصها هذا سي هذا سي سفسيو باللي تيكمي تيتقى مسؤوليه مشتركه قالوا رقاص تمغارت تروا قال مسؤوليه مشتركه قال رقاص تمغارت باش هذه الزين نقط الناس في تمغارت باش مثلا ترشح هذا سنوا ما مورا تفلت تروان تفلت تروات تكشمت المجلس الجماعي يعني الميثاق الجماعي
المجتمعي المفروض ان الدوله ولا انت توفر تكوينات يمدل لي صدر مثلا كما يعني مرشحين مستقبليين تكري تكوينات الميثاق في الميثاق الجماعي في الاليات الانتخاب يعني الخرد كنا غرض التشكا قالوا الاحزاب السياسيه نعم غير الاسم ساعت لي ادراء اضرار الحكومه ورتي تسن بلا وقت الانتخابات غايه دفنك صدر غادي غير خص الانتخابات تندرا الوقت وتفل باش نزريس في عليه هذيك هذيك المسؤولين غير يردوا اشكو ارتي انت الصيف صدر بدناتك شم ماشي مشكل ولكن الوقتاد اللي خصها فعلا انا نكم مدنان نسن ما الاحتياجات درسني لان ما تني خصان باش حتى الممثلين اشكو المجموعه من الجماعات المحليه انا اللي نقيس الرؤساء اللي زغنا الرباط ولا غدا البيضاء عرفتوا يا توال تغشر إذا ما إلا صافي ولدي ضاعني وتلا القرب هاد المواطنين، أتي غايد هذا غي خصان، تي مغارين غيك اللي سنا اختي نسبة الأمية يعني ترتفع سيات نسبة يمكون غلا كارت مغارين غلا المجال القروي، أتي يعني عادي أن وراتك شمس الجامعات المحلية حتى اختك شمرات يعني مينوريتات قال مثلا يات ولا سنات وتزدار تفرض الرئيس داخل الجماعة، إذا الخرد كله كي دائما ترخص القوانين، هاني غور القوانين اللي صدر كيس ناس نحيو يد هاتي راه بدا نقومو راه بدا ندور غير الحلقه يد المفرغه ورجوت لكم تم غارت يعني المناصب القرار حتى غير بلا سامحي بلا كل جماعات المحليه مناصب العليا للدوله مش كنت مغارت شمس المناصب العليا يعني عدد ديال التعيينات اللي توك فاني الكاز تقوت باه راه اكثر من ثلاث اضعاف ولا دوغا نسول غنسخ في القوانين المغرب بل نسول في القوانين الاتفاقيات الدوليه ناخ في مسلسل المغرب الدستور دايتيني مس الاتفاقيات الميزان برا غير سنيا ودرو هي الدستور يعني مقاريات يسول اللور والغير غير هي الالتزام سويا نقول ايات خفن سوال القوانين ولا الاتفاقيات ولا هادو غتنتكز هادو هادي ديك تاكم التمكين غدا ساعه وليت مطوطه كتيغي تاود غير مراكز التمكين خصها حتى المسؤولين انت لا مسؤولين كنتيني كيوراك داري ماسك خاص الاتفاقيات لا داري السياده المغرب كذا وخصها وراكو يتعترف السياده يعني بلي الاتفاقيات هاتي يعني تلقى وكار القانون الوطني انت خصها تمكين يعني حتى المستوى شكون انتيني يعني غير القوانين ولكن خص المسؤولين اتيلي التكوين كانت مثلا قطعات قيسيلي تكوين على المساواه تكوين على حضر التمييز يعني غورت لي المساله يا شكون راك يعني شقان بهذ العقليات بلا نسكر تكوين كانت المجالات مثلا القطاع ممكن المحامين القضاه غل القاضي مثلا تبيت مغارته ستيني غل الاغتصاب ما كميوين مثلا ساعتان تفوقت ما تسكرت الشارع الوقتان اذا كمين تلينس الخير دونك شكون العقليات راك دائما يعني الفضاء العام يقوي ورقاز تمغرت يعني تقسيم النمطي سمغرت عدد النخب اخ من سوال يعني سوا حتى في النخب يعني للاسف نعم مع الاسف النخب استاذه حليمه بنوي نسيو الخفا خصني لا نسرتيت ولكن اي ديك الوظيفه العموميه مؤخرا يعني تيني رياض الوزاره الوظيفه العموميه هي اليوم الدراسي انت نكز ديك سماسي لا ومي يار نيرو رياض تمطوطي دجاج للمؤسسات انت مازيرت ثم تنبط دجاج للمؤسسات ولا سنيود للمؤسسات انت مازيرت اي انا نكسب كيكير نيل المساواه لا بدا القوانين هاتي من بدات المناصفه سي ميدي في الدستور بدات المناصفه غون المناصفه خصها نرعى المناصفه كل شيء القوانين نشر نتمططي السياسه ولا كل القوانين تاخذ دي فان 103 13 ولا وين المناصفه داند وجاني نرتيرا مدنت الهانس الانتخابات العطله ديال المعدد هادي سيفور القوانين ورمان ورمشبع ورشبير الدستور اشكون مرشبير الدستور خاطر نعطيني انبدو الحكومه ام نصف ضم نصف انتخابات القوانين الاحزاب ام نصف ضم نصف القوانين انتخابات كلوتن ام نصف ضم نصف يعني مش نبدا ضم نصف ضم نصف قد يدو الدوره الثانيه قد يدو انت كا وانا غنتكا التكوين اندني اديسين ماني سدان ما يدير انا تسكن كذلك ما يدير خصني القانون تخصيغ ما يدير تكان الزلط بزاف عشان اشالي السلاليات وتغنتي خصها ديال القانون ما خدو ديك اشكون المساواه اشكون الفصل 19 داريت لا انكسب كيكير انكسب كيكير كان سيمين نضغار نرى الحكومه غون الحكومه من نصف ضم نصف
10 نيريز 10 80 ما خميت غير 40 غون مراكز القرار غون مثلا 10 المراكز القرار ايدي اخوان قاني 5 5 تحمل مسؤوليه نستنطط لقطنا داير تحمل مسؤوليه للمحاسبه للقانون خصها دولا غير تخلع المحاسبه بالعكس ما يدورونا نكون وليلين يتمازيرتنا هي تنقيت تغل المحاسبة سكرين نثريت تريت لا غوري المسؤوليات شامية تغل مركز القرار قد تسكر اللي غي الحزب اللي غي لجنة الحزب قد يحاسب الحزب مشور السكر اللي غي النقابة مشور السكر اللي غي البرلمان مشور السكر اللي غي الحكومة مراكز القرار لابد هادي سيلين تسمين مشنا ان خصها المناصفه سديك صغورنا الحق اديتك استاذه مشيت سامحت تخصيا كذلك انني خصتي لي وزاره المساواه ماشي وزاره المراه والتضامن ما ادي سنتضامن غير في مي عن قيمة الدين صدور الأسرة والتضامن الأسرة في المجتمع الشور الخير كله ماشي خصنا نضامن نضامن زعما يعني يدي ضر يعني يدي ضر خصها تنضم تدي نهزة الضر إيه ولكن تدي نهزة المناصفات القوانين هاتي القوانين دانتيني حتى قانون العنف دانتيني ودانتيني خصها الزجر وحدات دانتيني خصها نكس الزجر أني الزجر نكس كله ما يدغي تضر التعليم ولا الصحه ولا الاعلام ولا النا يسون دي الشغل طنط تصدرت خصايا خاص العنف وريد غاس خصتي دين كسي خصتي دين كسي سي دار شكو ماشي وين وستغند وين وسكاند وين الزج كل ورد انت ننتقم غنبدا انا وياه ريز الحبس لا نرادور الفضائي تغل العام تنا الاستاذه خصها تغور غير الفضاء العام وين تمطط درياز وين المجتمعنا خصها المجتمع غادي يحلو ورياد غادي تقبل شكون ما يدغتي ديوينا تغضي انت اذا انت تغير العقليات تغور يعني العنف الرمزي يهاجم غدور سمادة سيدي داغتي نسيو غير لباسنا ما خنكوني اللباس الداغي يقلنا كو تمطط ولا ركاز مادة ديكا ويني مزيغ ويني عربني تغلى وين تغدي دانس اسبانيا وين صحراوة وين مي اللي باسي تقولي دوين وين افغانستان هذا ودوي تغ العنف خصها غير تنساو وتغي داغي الصغول نزرت وتغادي نان هذه هي تجل عقليه المغاربه قيمه تنظن تصدر وتغي داغي وين الاحاديث الرصحان وين غد يوالي وين رصحين عرفتني دي الزروين لا واحد ليخف لا واحد التيط لا واحد تسيوت لا واحد هي تنطط السحر من برا ديما ديما تراعى تنطط بان انت غادي تتجاهل المشكل نتاع خزات غير تربات يعني ان عرفتي غادي رزمي تربات يزنق تفرطي الهيمنه الذكوريه اللي لاني المجدر قالت تسكر قح الاليات حماية تكرس الخنوع للمرأة أي تدي لا تفتون أي نعم غاس مغا تفتون سوي ناي صحان أي الدين ورديك سيلي تطبيق ناي صحان أستاذ غير متو أستاذة زبيدة يعني المغرب يوكم قلو متفق نبيكين يوم متفق نسيدا ونيسي والخفة أمزدين أكسوات نيلان إن ير تنمية نغدا سيمي تمطوط يعني ما يمكنش أنا وغرية تنمية كنت مازرت نغم شورتها مو تمطوط أم نصف دوم نصف سرياز يعني ما يديجان مقر المغرب بيكم الاتفاقيات التي نسيدا والتي بكين ولكن اريد لي الالتزام. غادي تسمح بعدا تجاوب خفيون عدد عدد نعم مرحبا. الا هو الخيون المشكل القانون الجنائي. اديتي لي الخيانه الزوجيه الرياز لي معنا لي تيربح لنا كيربح من التخفيف من التخفيف ليس فايزك التخفيف اه فهمتوا لا ورغرس التخفيف العقوبه يعني مش تشوف رياز لا لا تتخون دوينا مش تنغايا رياز نغد لا تحشم رياز غرس لي تمتع لا استيخصت جرائم الشرف ايه جرائم الشرف ما تنطط اللي وردت تمتع الحقوق التخفيف نعم. سميت من الحقوق التخفيف يعني الخيانات دونك هل لازم الحقور يزول في القوانين التحرش الجنسي ايضا العنف ضد المراه القوانين نساتين ورد فعيل ليتني لا واش كاينين الشهود ماني انت الا الشهود بيت النعاس سي لا شان الشهود الدايه مزاري طمطو ثلاثه يسلنا تجر لك الدن غرسني بيت النعاس غرس الشمن يعني خص تفعيل القوانين يعني خصايا التيلي تفعيل القوانين والتوعيه والتحسيس بالنسبه للمقاربه للنسيده وما هي اللي ورث نجيح التنميه سيرتو ثامتو من برا لحقاش التنميه لنا لا ترتكز غاس خف ما هو اقتصادي هذا شان شوين القنيات شان شويه السيم صافي
ورتسين بان تمطط زايده سيود زايده الهم متقل هاك الكاهن سمونا فينا الاستاذه ثاني هذه تمطط لا تساهم 70% من الاقتصاد البيتي تنيوت الفيمينيست غوجي اليزابيث غوجي كوبي باغ كونتخ ارياز غا 30% لحقاش انت اللي يخدم غا سي المجال من برا الفضاء العام تمطط لا تخدمي الفضاء العام للفضاء الخاص لحقاش الفضاء العام قلت ديت فغزيت قمي زيت الدرثنس هذه الفضاء العام ما ديت الدغ الحاق الغل هذين اذا لا تخدم انت 70% ها بدون اعتراف لانفيزيبيليتي دو ترافاي دو لا فام وري لي لاستيني تمطط هذيك هي خدمتها اي لي لا غيان كو بوغ فيغ سا دونك وري لي بعد المساواه حتى على مستوى الاشغال ولا الاعمال الانتاجيه ان تلقى تمطط دونك المقاربه التنميه ما هي اللي ورث نجيح اولا ورد تسلاي تمطط ورد تيسين ميثره ورسنا معنى المقاربه التشاركيه لسنا الذي سنترعى غاس انها خصها غير تاكل وتشرب ولكن التنميه هاتين على المستوى مثلا المشاريع اللي تسمح الاستاذه زبيده المشاريع اللي دان الاطار المبادره نغد البلان امور والسيدي ندور ثيم الزاغ يتس المشاريع اللي دنيويه كنسلهو تمطط يعني ماشي ماشي لسنتيني مدير الداخل يسلي 10 دراهم دخل يعني لنت وثمينا مي زايد نتغطى الناس نوشان المبادره الوطنيه للتنميه البشريه يعني ونزبو ما خطر ويا رخا من الناس ويا المشاكل غير انت تغل الحبس 80 ورزازات وتخلص من القروض الصغرى صغر من الخبر ما لا زرين في المحكمه اون بليس تنطط ديده تخدم من غدير لا مشكل التسويق زايد نوقع مشترو على 6 ورياز دونك تنطط غاس زايد نتقل كاهل الناس سميس منس يخسخ مقاربه ماشي 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 اقتصاديه مقاربه ثقافيه مقاربه سياسيه مقاربه اجتماعيه ماشي يعني ني تنطط صافي هذا ما يتسلهو يخفس بلا تكوين ثلا الاميه ثلا يعني مشور ثلي المقاربه يا خف المستويات هذه وسارت تنطط اني غير هذا نحقق التنميه نعم التيلي مقاربه النوع خصا ان نسكريون المصطلح مقاربه النوع مش ثانيون وردي فيما قال مقاربه النوع مقاربه النوع امورياز مطوطوري اللي ارياز يوف نغطى مطوطوف خصا فولشي غادي يستافد زي جميع الموارد الطبيعيه زي الامكانيات زي الشغل زي الصحه زي التعليم يا معنى سنسن نعم. هي كان مقاربه هذه اليوم انت اداه استراتيجيه ماشي هاتي غسله يعني انت تغسل الدي التنميه حمايانيني بان التنميه ماشي غاس تمطوط لحقاش تاع ناس الهشاشه الفقر رياز لا هاتي لا لا خص سنسن أد, أد, اد يعني أد استفدن زي فولشي نيلاني المجتمع نعم. المسمس الموارد الطبيعيه من الاراضي السلاليه الاراضي السلاليه ما تمطوط اللي تستفد زي الاراضي السلاليه مرشين مرتفعين نعم. القوانين نغير القوانين الاراضي السلاليه يسول مسمس 1914 هذا يحكم نعم. القانون الاراضي السلاليه يعني مرتكشي مواشا نيلا ديك السلاليه تغي غير تما القريه تما تمطط تدمج الاقتصاد يعني شحال وسكوسايا غير سيليا يا الناصبه خاطر الدخل كنت تسكمت مازال خاصة التنميه عفوا ما تركز في التعليم تمطط شوري لي التعليم وريتي لي قديمي لحقاش التعليم لا خياك الوعي المشاكل نغور لحقاش تمطط مشور تغري ورتيسي لا الحقوق الاستاذه بشرى يعني مثل ايد البلان ديال الوزاره كان فان سيكم تمطط ايد ثلاثه تيتا شريك تنميه مازرتنا اسمحي بلاتي بعدا غير اتجاوب غير السؤال في المقاربه النوع 4 دقائق المقاربه النوع الاجتماعي باش نسولها القانون تلا دار سياده القوه باش يلزم يعني يمدن القطاع الحكومي عند كل مؤسسات تمازيرت باش تسكن ادماج المقاربه النوع عند كل خطط البرامج الان القانون التنظيمي الماليه يلزم كل القطاعات الحكوميه باش تسكن الادماج المقاربه النوع الاول البرمجه الميزانيه المخططه قبل تنفيذ الميزانيه يعني هذا المساله ديال الادماج مقاربه النوع القانون التنظيمي الماليه يحل هذه المساله بالنسبه للبرامج تسول في الاخت قلت ما نغسس المساله التربيه الاساس بصح التربيه تقال الاساس التنميه الاوراش الوزاره ولا الحكومه الوزاره انتظمون باش تدمج المراه التنميه لا الان الخطه من غير الخطه الحكوميه للمساواه تم زوارت لا الخطه الحكوميه المساواه تسنات
ما بعد 2016 تخدم البرامج الادماج مقاربة النوع، تلزم كل الوزارات باش تسكن البنية تخصص الادماج مقاربة النوع كل وزارة تسكريات البنيات الوحدة يتخصن الادماج مقاربة النوع باش تف التمطط ما كتبه تسكر باش تدمج البرامج التنمية. نعم هسا كنتو ذات ما غنكمل الاستاذ الحيان وراه يقيم الوقت بزاف نسيو لي الدخ في القانون الجنائي تغيير الفصل ذي سوال في الاغتصاب التاشيرات ديال مزيانين، يعني متى المطالب ديال ندغي غير الحركه الحقوقيه نتوتمين داموس نتوتمين قويه تخصان الفصلات غنتي دي جان شيانز المشاكل الاستاذ. لا الفصلات اللي 475 تيغيار مشكل يعني الفقره الثانيه الفقره تاتي سنات اللي غير الفصل 475 انت ستيني كان ارتكاو الكاز مثلا راه يتصاب الضحيه باش يرولز العقوبه انا غدا فلاس وترس العقوبه اريد تهل الضحيه نس هكذا تموت يا تفروخت اللي سميتها اللي تغتصب نغ الشمال الامينه الفلالي اللي تموت كاتين كنا مسمورين ديما نضالب باش تكيس الفقريه التي سنات ولكن اللي تموت امينه الفلالي كانت الحملات مسمورين تبغي كل نسكريت المرافعه بهر يمقول باش اللي تكيس اللي تعرض غير البرلمان تكيس الفقريه ماش القانون الجنائي مازال تحافظ غير البنيه الكلاسيكيه التقليديه اللي سوليس الحقوق انت مغرت لا تحتي العنوان يعني مخالفه الاداب ولا الاخلاق ولا يعني القانون جنائي ياك اتيقي مقول الاخلاق الادب في يوتي يزرفان وفقان. نعم لكن تشكرك شيان يعني نظرتي نيري ورقيم الارث بالاجحاد خصنا نغير القوانين الارث المراه من تتا تنطط من عندها تموريات الاجهاض الاجهاض مساله خصنا وراه يقيم الوقت لا غير المخرج البرنامج بلا نقص اطار القوانين الاغتصاب قضيه العنف يعني خص تجريم الاغتصاب بعد التعريف نميّن أكسام ياير غادي ينسجم التعريف المواثيق الدوليه اللي خصها تا داغي يجرم الاغتصاب الجريم الاغتصاب الداخلي الفصل واضح اولا كارو اوكي غير في العنف تساوي قلت ما في القانون العنف هات وضع يعرف العنف هات القانون اي قال العنف يويد الجديد يعرف العنف كل اشكال العنف الجسدي الاقتصادي القانوني ها يويد 12 يويد المخرج البرنامج 12 تدبير الحمايه كما غيتوانن التفعيل التوعيه صاير ويظن ان تخصا ايزرفان يزدين سيمور نتوما ثمين قلت ما زرتنا نغوتين يرا وجرا ودنا خصا كان سيو المغربي وتمطوطه تا مغربي تا قومال الدستور سكواس 2011 سنمر كل ثمين كي نعطي حضر هذا السيمر والاستاذه بشرى مرواني نيان انا بدات تزقل الوزاره وسيمي الندره المطوط نهضوا ام يواز تمطوط ديت وخام سيمي ندره مساخ نمر تنم تنمر الاستاذه زبيده شهبوني انت سلمات العلم الاجتماع نغد العلوم ندره مساخ كتداويت ان شاء الله نسي الاستاذه زبيده وري كتداويت نبلطو فايل القنيطره لسني مرغ الاستاذه عائشه الحيان ايان العضو نغدا انا بدات قلبيرو انا مور النمون سنتوري توتمين لسني مرغ الاستاذه حليمه بنويان انت العضو المجلس انا مور الفيدراليه النمون سيمور انت توتمين لسني مرغ توتمين نغدا حاضر لاتينا غيوز يتم طوطه ثم غربي تا يوز يتم طوط نيلان غرمان انبرا يوز يتم طوط مزيخ الناس سولا لورثوميز ايمور نسيم زوره ايان وينوسنا دوذا كان ثغوري لازم تنهزان كني مزيغا كواساد 8 مارس لا تصبرك غيقول تي وثمين قيمه كلمانه